بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر قنواتكم المفضلة دائما On Time Sports. النهاردة لقاء ما بين الأهلي وسبورتينج في عالم سيدات اليد، اللقاء اللي بيدخل فيه النادي الأهلي ومعه 74 نقطة بيحتل بيها المركز الأول في عموم السيدات بعد ما لعب 25 مباراة، فاز في 24 وتعادل في مباراة واحدة فقط مع الزمالك، وأحرز لاعباته 911 هدف ودخل مرماهم 378 هدف، لهم بالإيجاب 533 هدف، ومن النقاط 74 نقطة. سبورتينج السكندري لعبوا 25 مباراة، فازوا في 21، اتعادلوا في 2، انهزموا في 2، دخل مرماهم 784 هدف، احرزوا 784 هدف، دخل مرماهم 462، ولهم بالايجاب 322 هدف، ومن النقاط 69 نقطة. طبعا حضراتكم عارفين ان عمومي السيدات هذا الموسم 17 فرقة، ال 17 فرقة بيلعبوا بعض دوري من دورين. بعد ما يخلص الدوري من دورين هيتاخد اول اربع فرق يلعبوا على بطولة عمومي السيدات بنظام الدورة المجمعة، مضاف اليهم نتائج المرتبط مواليد 2004 بعد ما يخلص موسم 2004. ده نظام البطولة هذا الموسم، اربع فرق فقط هم اللي هيبقوا بيلعبوا الدورة المجمعة لتحديد بطل عمومي السيدات موسم 2020-2021. مباراة الدور الأول لسبورتنج والأهلي كانت في سبورتنج، وفاز الأهلي على سبورتنج 27-24. الأهلي فاز في جميع مباراته عدا التعادل مع الزمالك. سبورتنج اتعادل مباراتين مع الشمس في الدور الأول 24-24، ومع المعادي في الدور الأول 23-23، وخسر مباراتين قدام الاهلي 27-24 وقدام سموحه في الدور الاول الاثنين 21-20. ده موقف الفرقتين. اول التصويبات من سوندوس تتصدى ليها الحارسه المميزه ماي جمعه، تروح الكره لنوران اللي تلعب الكره بدورها للباك الشمال ياسمين الناصر كابتن الفريق، تاخد رميه حره، تاخد رمية حرة. يدير اللقاء فنيا في صالة النادي الاهلي كابتن يحيى يوسف مدير فني، ومعاه ناصر عبد الواحد مدرب عام، وماي نصر مساعد مدرب، كانت صانعة العاب خطيرة، صلاح بهجت في حراس المرمى، وعاطف طه المدير الاداري. تروح الكرة في الجناح الشمال تتصدى. النهارده هنشوف مباراة حارستين، النهارده غادة حسام وماي جمعة، الاثنين حراس كبار قوي. مرة تانية تروح الكرة لسوندوس، تلعب الكرة، تستلم الكرة من على الدايرة وتحرز الهام عيد عبد الملك نصرة مواليد 94، يرد سبورتنج بالتعادل لنوران على الدايرة، نوران أحمد وائل النهري، تتعادل لسبورتنج. نجلة كابتن أحمد وائل النهري طبعا المدرب الكبير اللي خد سبورتنج وسموحه، له تاريخ كبير وله تاريخ كبير كله على المستوى التدريبي في اسكندريه. تمرير تقطع فريده، تلعب الكره لسوندوس، تلعب الكره لاسراء، اللي تلعب الكره في الجناح اليمين لساره الخولي. المباراه بادئه بثلاث اهداف في دقيقتين وعشر ثواني، يعني الفرقتين عايزين يبقى لهم الرياده قبل بعض. نوران الخولي باك يمين، مدير اللقاء تحكيمين حكمان الشبان الواعدان عمرو عبد الجواد ومحمد كمال، بيدي انذار مره تانيه تتقطع وتجيبها الخولي، عايزه تعدي تطلع من على الدايره وتشوت. ياسمين الناصر تشوت الكرة بره، تروح لإسراء اللي بتقود الهجوم النهارده. سوندوس
الدولية التونسية تلعب لفريدة، تقف مرة تانية فريدة ما تكملش الجري، نزل دعاء حلمي على مستوى الباك اليمين. تروح لسبورتنج، تمريره خطا، يقود سبورتنج هذا الموسم اشرف صالح، اشرف زيبيو، ساعده احمد سمير، للمدربين اكفاء جدا. مره ثانيه عايز يعدي، تاخد رميه حره معاهم مي عادل مدرب مساعد، كان التاريخ كبير لسبورت، مدرب احمال محمود سليمان، علاج طبيعي ياسر قمر طبعا دكتور ياسر قمر، والدينامو مروان جمال المدير الاداري، ويرقص الجهاز كابتن علاء الصعيدي. رمي حره لسبورتنج، نوران تمرير عايز تعدي، فاول مهاجم يحسب عليها، فاول مهاجم تتنقل على طول الاهلي، حشانه اللي عايزه تكمل السرعه، اللي عايزه تشوطه، مي جمعه تتصل، مي مي حارسة مهمة جدا، قطعت الكرة دعاء بارتقاء وتاخد رمية جزائية بقمة الأداء، دعاء حلو. قلت لحضراتكم المباراة سريعة ما بين الأول والثاني، الأهلي وسبورتنج على مستوى عموم السيدات. وتحرز الهدف سندس، سندس حشانه تحرز الهدف للنادي الاهلي من الرميه الجزائيه الدوليه التونسيه. سندس 24 سنه هذه اللاعبه، تمرير الخط الخلفي، الناصر عايزه تعدي الخولي لكن تاخد رميه حره، مره ثانيه هتشوط الناصر تتصدى، غاده غاده، مره ثانيه الاهلي عايزين لعباته تروح كره الفريده تشيل كره اكيده، مي جمعه حارسه سبورتي، اسراء تلعب لسندس عايزه تمرر الكوره، حجزها لها كويس قوي، حجزها لها كويس قوي نصره، تاخد رميه جزائيا. لو جت في الاعاده تقول لنا ليه اعتراض صالح، مره ثانيه تشوط سندس وتحرز، أربعة الأهلي واحد سبورتنج. الكورة بقى بتاعت الرمية الجزائية نفسها اللي اتحسبت بسبعة، هي حصلت هنا، أحرزت هدفين من رميتين جزائيتين. مرة تانية عايزة تعدي هلال، ترجع هتغير سلمى هلال، تنزل مكانها نوران عايزه تعدي، تلعب الكره، قفلت على ملك، قفلت عليها، مره ثانيه من وليد، اذانا بلعب سلبي من حكمان اللقاء عمرو عبد الجواد ومحمد كمال، الاثنين كانوا بيلعبوا صانع العاب، مره ثانيه عايز يلعب الكره على الدايره، قافلين عليها، قافلين على التمرير بتاعها، مش مخلينا تلعب الكرة مستريح. الخولي عايزة تعدي، تتصدى جمعة، راح كويس قوي، غادة حسام شالت الكرة كويس، غادة عايزة تعدي على الدايرة، تتقطع الكرة، ليلى قافلة الدفاع، مرة تانية الخولي هتشوط، الخولي تتصدى بثبات عالي، غادة حسام بتشيل الكرة، تطلع الكرة للنادي الأهلي،
تتقطع الكره مره ثانيه للسبورتنج اللي عايز يعمل هجمه سريعه تتلعب تروح لمنى وليد تضيف الجديد. منى وليد الجناح الشمال للاعبات سبورتنج بتعمل ارتقاء عالي تقلص الفارق لهدفين 4-2. اسراء تطلع من على الدايره نصره تلعب الكوره لدعاء سندس ترجع اسراء عايز تلعب الكوره لسندس اللي عايزه تمر لفريده قفله الدفاع عليها عايزه تشوط من بعيد تلعب الكره لدعاء توقع الكره لكن ترجع لها تاني تلعب الكره حلوه قوي النصره اهي تحرز هدف مفيد نظرة عيد شاركت مع منتخب الأنسات بعد غياب عن المشاركة في بطولة أفريقيا للناشئات كانت في بوركينا فاسو في الوقت ده نظرة مرة تانية تقطع كرة بذكاء شديد من سوندوس لكن يدي مرة تانية رجوع الكرة الرمية حرة شوط الكرة لكن تاخد رمية حرة مرة تانية نوران خالد صانعة الألعاب الخولي باك يمين تلعب بإيدها اليمين في الباك اليمين مميزة جدا بألعابها تعمل معاها رمية حرة ليلى هتخرج الخولي عايزة تعدي تلعب الكرة كويس قوي تاخد رمية حر بتلف كويس نوران النهري مرة تانية لذي دلوقتي لعبة مؤثرة جدا على مستوى الباك اليمين لسه بقول لحضراتكم ملك طلعت احدى لاعبات منتخب مصر مواليد 2002 هذه اللاعبه الباك اليمين مع كابتن رامي عبد اللطيف بيقول عنها لاعبه هايله جدا مفتاح جديد بيضيفه دلوقتي زيبيو تمرير اسراء سندس لا ده احنا هنشوف مباراه كبيره هنشوف مباراه كبيره ان شاء الله مره ثانيه تعدي بالجهاز لحشانه اللي عايزه تعدي حشانه تلعب الكوره فريده مره ثانيه سندس عايزه تعدي سندس عايزه تشوط سندس تلعب الكوره لدعاء تخرج بره تنقل الكوره على طول لمنى وليد لكن بيقول لا تعالى ترجع الكوره عمرو عبد الجواد ومحمد كمال لا العب الكوره من مكانها خمسه الاهلي ثلاثه سبورتنج قدام حضراتكم من صالة النادي الاهلي مرة تانية عايزة تعدي تروح الكرة لمنى وليد صعب الدخولة طبعا رجعت بالكورة تسيب نوران خالد ترجع ملك طلعت عايزة تعدي الناصر تلعب على الدايرة لكن قروا الكرة كويس سارة الخولي قرت الكرة كويس قوي هنا تمرير ملك تلعب الكرة نوران خالد تاخد رمية حرة النهري نوران للناصر عايزة تعدي طلع عليها إسراء قطعت من الجناح عشان تعمل خلخلة سهيلة جمال مرة تانية قافلين تلعب الكره لسهيله اذن بلعب سلبي لكن بتيجي في رجل لاعبه الاهلي تبقى راميه حره ياسمين الناصر نوران خالد تجهز لياسمين اللي عايزه تشوط المره دي لكن غاده حسام تتصدى تمام التمام للاعبات الاهلي عايزه تعدي دعاء حلمي
لاعبه تمتاز دعاء بقمه الاداء وحماسها الاكيد، ادائها دايما يفيد. دعاء حلمي الباك اليمين، شاركت مع منتخب مصر للشابات مواليد 96 مع المدرب العام الحالي كابتن ناصر عبد الواحد، حصلوا على ثالث افريقيا وشاركوا في بطولة العالم في روسيا. عايزة تعدي ملك، تلعب الكرة حلوة، تاخد رمية جزائية وإيقاف دقيقتين لفريدة. إيقاف دقيقتين، رمية جزائية. ملك هي اللي هتشوط، غادة حسام هتشوط الكرة بره المرة دي. لاعبة طبعا صغيرة السن غادة حسام، لا خبرة كبيرة، خبرة كبيرة، هي عارفة تدخل شوط الرمية الجزائية على مين. التقدم بفرق 3 أهداف لصالح لاعبات النادي الأهلي 6-3. دعاء تطلع لها نصرة وبعدين تقطع على الدايرة، ترجع مرة تانية لخولي، تسيب الكورة لسندس، دفاع لاعبات سبورتنج 6-0 6-0. عايزة تلعب الكورة، تروح سهلة ليه، تيجي الكورة في القائم، رمية مرمى، رمية مرمى، مي جمعة تنقل الكورة، تروح ملك طلع، تلعب الكورة لنوران، تغير الملعب، تروح في الجناح اليمين سهيلة جمال، دخلت بارتقاء عالي سهيلة تحرز الهدف. هايلة سهيلة في الاختراق ده، لعبته كويس قوي، لعبت الكرة في الزاوية البعيدة لأنه قدامها زي ما قلت لحضراتكم غادة حسام حارسة مرمى مميزة جدا. مرة تانية نصرة تلعب الكرة، تسيب الكرة كويس، تقاطع خط خلفي ما بين دعاء حلمي وما بين إسراء، تسيب لها الكرة كده من وراها. سيسو عايزة تغير، تلعب الكرة للخولي، عايزة تغير تمريرتها وتني بيها لعبتها، لكن وقف قدامك كويس. إزانا بلعب سلبي من عبد الجواد وكمال. مرة تانية سيسو تلعب الكورة للدولية التونسية، سندس بتطلع من أعلى نقطة التونسية، سندس حشانة 24 سنة، أول فريق لعبت له الجمعية النسائية بطبابلح، وأول مدرب مرنا كان فتحي تقية ومراد شبيل في تونس. مرة تانية عايزة تعدي ملك، تلعب الكورة، تاخد رمية حرة من على خط التسعة تلعب، طبعا حضراتكم عارفين طول الملعب 40 وعرض و20، خط المنقط ده اللي معاه الكورة عنده نوران دلوقتي هو خط التسعة، لعب منه الرميات الحرة. خط السادة اللي واقفة عنده دلوقتي حالا حشانة هو خط الستة متر، الفرقتين ما يلمسوش. تمرير مرة تانية نوران تلعب الكرة الملك اللي عايزة تمر، تعدي كويس ملك، لكن غادة، غادة مميزة كالعادة، إذن بلعب سلبي. النهري تلعب الكرة لسلمى هلال، عايزة تلعب الكرة كويسة أوي للنهري، لكن يعملوا معاه رمية حرة. ليلى وإسراء هنا عملوا تغطية دفاعية الاتنين مع بعض في وقت واحد. بيدي إذن الاتنين رجعوا لورا، مرة تانية عايزة تشوط، ياه الكرة بتيجي باندا وتروح معاها غادة، تيجي في العارضة، لا لا لا، وكان لاعب سلبي. ترجع مرة تانية إسراء لدعاء حلمي تحرز الهدف، دعاء
8 الاهلي، 4 سبورتنج. تميز دفاعي من لاعبات الاهلي، سرعات جيده في الجري، في نفس الوقت حراسه مرمى عاليه جدا. كانت الكره على الدايره وتحرز. النهري 5 سبورتنج، 8 الاهلي. الخولي، دعاء، سيلسو، سندوس، تطلع ليلى. تنزل نصرة الحماسية. مرة تانية الخولي تلعب لسيسو عشان اللي هتشوط من بعيد، لكن سابت الكرة لدعاء. شوف الكرة في الإعادة، تقاطع الخط الخلفي، ثلاث لاعبين اللي بره صانعة الألعاب، والباك اليمين والباك الشمال، سابت الكرة آخر جمال للباك اليمين تيجي تشوط. تيجي تشوط، لو جت الكوره كلها هتلاقي سيسو قطعت، جابت من وراها سندس، سندس جابت من وراها دعاء، عشان كده دعاء هي اللي شاط الكوره. ترجع مره ثانيه سيسو، ليلى رميه حره، ترجع اسراء بيقول لها امسك الكوره، مسكت فعلا الهجمه، نزلت نصرة. عشان دعاء، عشان فريده، ترجع مره تانيه لسندس. الخولي عايزه تعدي، الخولي خدت قرار التصويب بمهاره فرديه، عدت فيها كويس وتحرز الهدف المره ديه. ساره الخولي مواليد 95، هذه اللاعبه بتدافع في مركز 2 على مستوى الباك اليمين وتهاجم في الجناح اليمين. دعاء هي اللي بتدافع في الجناح اليمين، عشان التغيير يبقى لعيبه واحده. عايز تلعب الكوره، طلعت مره ثانيه سهيله، نزلت ندى شريف عايزه تعدي، تسيب الكوره كويس قوي لطلعت اللي بتدخل كويس بمهاره فرديه. لا لا لا، لاعبة غير عادية فعلا. شوف ما شاء الله، شوف الإعادة وهي أول ما تستلم الكورة. بص غيرت الكورة منين بقى؟ من إيد لإيد، عملت عمل مفيد، أحرزت هدف جديد. 16-10. هو إيه اللي 16-10؟ 16-10 يعني 16 كورة أحرز منهم الأهلي 10 أهداف. تمرير عشان تلعب على الدايره النصره، نصره تلعب الكره لاسراء، عايزه تعدي فريده، فريده بمهاره مفيده تحرز كره جديده. فريده الجناح الشمال، فريده الشرقاوي فرافيرو مواليد 2001، لعبت لمنتخب 2000 للناشئات. فريد حصلت على بطولة افريقيا. حداشر الاهلي، 6 سبورتنج. مرة تانية ملك طلعت، نوران هسيب كرة الدايرة لنادى. مرة تانية تمرير سلمى هلال، نادى تلعب الكرة الملك طلعت، عايزة تعدي، عايزة تشوط، عايزة تفوت، تمر الكرة كويس قوي نوران، ترجع مرة تانية سهيلة عايزة تعدي نوران، تروح الكرة الملك عايزة تعدي، لكن بص هنا الدفاع عامل ازاي، التغطية اللي بتعملها إسراء مع ليلى، هي بتلعب 5-1، بتلعب فين بقى؟ على 8 متر، بتقطع اهي. ادي اسراء عملت ايه؟ رجعت، لما رجعت مره ثانيه لقت اسراء، يعني راحت عند ليلى اسراء، لعيبه رقم 55 بالتحديد، تدخل كويس هنا وتاخد رميه جزائيه بتغير الامور. ملك تاخد رميه جزائيه في الكره اللي فاتت،
نازله آية الحوشي للرمية الجزائية. آية هتشوط الكورة الخولي وتحرز نورين أمين الخولي 11-7. بالدافعية وندى نورين فين بقى؟ في مركز ثلاثة بالظبط على الدايرة. مرة تانية دعاء تلعب الكرة الإسراء سندس باك شمال فريدة تقطع من على الجناح عايزة تعدي سندس رامي حر قرار مظبوط. مرة تانية دعاء تطلع لها الخولي عايزة تعدي سندس. هنا عملت ايه نورين الخولي؟ نورين طلع لبره عشان تمنع التهديف. هم بيلعبوا دفاع 6-0 بالمقابل. حكمين قرارات سليمة 100%. عمرو عبد الجواد ومحمد كمال. الكرة تروح بره، كانت عايز تلعب لها كرة على الفولي كده على لعبة هوا. مرة تانية تلعب الكرة كويس قوي تروح للخولي اللي تشوط وتاخد رامية جزائية. نورين امين الخولي الباك اليمين لسبورتنج والخبرة الكبيرة. رامية جزائية لشوط الرامية الجزائية المرة دي اللي هتتصدى ليها غادة. مباراة فردية ما بين نورين وغادة تتميز كالعادة. غادة لعبت دوليا في بوركينا فاسو في بطولة الشابات اللي حصلت مصر فيها على خامس بعد أول مشاركة ليها لبطولة الشابات. مرة تانية بعدها بقى بدأنا نخش على الثالث والأول وبقينا متصدرين البطولات الأفريقية على مستوى الانسات والشابات. لعب كره تمريره خطيره خطيره. هات التمريره شوف الاعاده ازاي الكره خطيره. ادي سندس بالمقاس تلعب الكره حلوه 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 لنصر عيد. هدف جديد 12-7. تمريره برضو خطيره فيها الخبرات. نوران خدت الواحد اللي بره، خدت اسراء، هات الكره من عند اسراء اللي هي رقم 55 وبتدافع. بص عملت ايه بقى؟ عملت هنا حجز مع الدايره، لعبت لها الكوره من تحت الدفاع. استلمت الكوره تحرز الهدف. 12-8. المتصدر الاهلي، المركز الثاني سبورتنج. مباراه قويه بين الاثنين. في عموم سيدات اليد بجد. مرة تانية فريدة تقطع من جناح الشمال سيب لدعاء هتشوط دعاء هتشوط دعاء خدت قرار التصويب من بعيد تضيف هدف جديد. دعاء حلمي 13-8. ملك نوران لاعبات الاهلي طالعين لغاية العشرة متر بره. سيب مرة تانية لطلعت تلعب الكرة من وراها بذكاء شديد لندى تاخد رمية حرة. ندى هم طالعين فين بقى؟ طالعين لغاية العشرة متر. الدفاع اتغير للنادي الأهلي. عايزة تعدي ملك تقدر تلعب ملك قافلين يجيب مرة تانية. الخولي طالع عند ملك سيب لها الكرة تيجي من وراها عايزة تعدي تقاطع. دفاع الأهلي الآن ناجح بالرغم ان الدفاع اتغير بقى دفاع متقدم. ملك تلعب الكره نوران تقدر تعدي وتلعب الكره في الجناح. لعبت الكره فعلا في الجناح تحرز من الجناح منى وليد 13 الاهلي 9 سبورتنج. تمرير دعاء
رنا راضي باك شمال عايزه تعدي سوندوس طبعا بخبرتها الدوليه التونسيه تحرز الهدف سوندوس حشانة من بنات النجمة والهلال الكردال تمرير عايزة تعدي تاخذ رمية حرة 14 الاهلي 9 سبورتنج عايزة تعدي طلعت مرة تانية تعمل معاه رمية حرة كمان ما بيسيبوش اي كرة عايزة تعدي تلعب الكرة كويس قوي خدت معاها الدفاع واتمرر الكرة سلمى هلال كانت صانعة العاب في منتخب 96 سلمى تلعب الكرة كويس قوي لنوران خالد تحرز الهدف اربعتاشر عشرة فرق اربع اهداف رنا راضي تلعب الكرة الاسراء تاخد رمية جزائية وايقاف دقيقتين هتشوط الكرة ليلى بتهوش مباراة فردية قلت لحضراتكم عندنا حارستين مميزتين الاثنين شاركوا مع بعض بالمناسبة في بطولة افريقيا الاندية الاثنين يعني غادة حسام لعبت في النادي الاهلي ولعبت معاه باعارة هي والباك الشمال لسبورتنج لعبوا معاهم بطولة افريقيا هنا في مصرنا ياسمين الناصر الاثنين لعبوا مع الاهلي بطولة افريقيا الاندية. وقع اسراء لكن هات بقى الرمية الجزائية شوف الاعادة دي ريفلكس عالي قوي. ريفلكس عالي قوي بتنزل في الزاوية الارضية بتفتح كده 180 درجة بوضع ايديها لا 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 لا. شارد كورة خطير رمية جزائية مهمة جدا. الكورة اللي فاتت مي جمعة. 14 10 لصالح لاعبات الاهلي عايزه تعدي نوران تلعب الكره مروان مالك طلعت تمرر ثانيه لسلمى تاخد رميه حره توصل سلمى لغايه دفاعات لاعبات الاهلي وتسيب الكره مالك تلعب الكره لنوران مره ثانيه عايزه تشوط من بعيد تمسكها بثبات غدا إذن بلعب سلبي من حكمي اللقاء كمال وعبد الجواد عايزه تعدي سيب الكره من ورا تشوط الكره ملك طلعت تقلص الفارق لثلاث اهداف 14 11 تنهي السكات من الثبات ما نطتش خدت خطوه وشاطت وفاتت فرق ثلاث اهداف بياخد وقت مستقطع كابتن يحيى يوسف عشان يدي التعليمات للاعباته قبل نهاية الشوط الاول نتابع مع بعض هيقول ايه للاعباته في عام 79 بالقاهرة هنا في أرض المحروسة أقيمت بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري للرجال والسيدات فاز على مستوى السيدات النادي الأهلي بعد ما فاز على جراس هومبورز النيجيري 12-10 وعلى رايال السنغالي 13-8 وتم اختيار تحية حسني
كابتن بيسا افضل حارسه مرمى بالبطوله وكانت حارسه النادي الاهلي. مره ثانيه سوندوس مره حلوه حلوه حلوه، شوف التمرير مرت ازاي، عملت خداع خطير برست ايديها، حوشت انها تلعب الكوره على اليمين وعدت هي من الشمال، احرزت هدف بمهاره اخر جمال، تشوط الكوره في اخر ثانيه نوران وينتهي الشوط الاول لصالح لاعبات الاهلي 15 11 بفارق 4 اهداف في مباراه قويه من الفرقتين، الاثنين بيلعبوا مباراه كبيره الاثنين في عالم سيدات اليد لكره اليد المصريه. عموما هنروح الى استراحه قصيره ثم نعود نلقاكم مع احداث الشوط الثاني، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، الى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر قنواتكم المفضله دائما اون تايم سبورتس، مره اخرى واحداث الشوط الثاني اللي بيجمع ما بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج على مستوى عمومي السيدات في موسم 2020-2021 والصراع على صداره الدوري الى الان قبل ما يوصلوا للدوره المجمعه. الشوط الاول كان موجود عندنا لاعبة نزلت مكان ياسمين الناصر، هي نهى أيمن هي لابسة رقم 8، هو كان جنة إنها لابسة 18، لكن هي نهى أيمن هي اللي كانت بتلعب من سالمة هلال، لاعبة مميزة جدا مصعدة من 2002، ضافها أشرف صالح زيبيو عشان تلعب مكان ياسمين، وضاف كمان في الباك اليمين لاعبة أخرى مؤثرة جدا برضو مواليد 2002 هي ملك طلعت. الاثنين عملوا على مستوى الهجوم شغل هو كان طالبه بعد ما بدأ يبقى التناغم ما بين نوران وما بين الباكين، مع نزول كمان لاعبة الدايرة نادى شريف. نادي الأهلي لاعباته عملوا مباراة كبيرة سواء دفاع أو هجوم، تبدأ من حارسة المرمى من غادة حسام. غادة حسام تميزت في الشوط الأول، تصدت لرمية جزائية، والحارستين كانوا عاملين مباراة جيدة، هي أو مي جمعة تصدت لرمية جزائية في الشوط الأول ومي جمعة تصدت لرمية جزائية في الشوط الأول، لكن غادة تصدت لأكثر من كرة من التصويب اللي كان مميز جدا في التمرير. يعني مثلا في الكرة زي الكرة اللي اتلعبت دي اللي عملتها نوع أيمن. نوع أيمن هنا لما طلع الأهلي دفاع متقدم بدأت تلعب على أساس تمرر سواء لنوران اللي جابت الكرة دي أو سواء للجناح الشمال منه وليد. نجحوا لده. سندس حشانة قابلت ده بهجوم فيه ذكاء شديد سواء بالاختراق أو التمرير. مررت كورتين أكيدتين بهدفين لنصر عيد، وهي دخلت عملت كورتين منهم كوره في نهايه الشوط لما عملت الكوره كده انها هتلعب الكوره للباك اليمين، راحت هي المعديه نقلت الكوره في ايديها وشاطت واحرزت الهدف. عملت شكل جيد جدا في انهاء الهجمه. كمان وجود اسراء سيد كصانعه الالعاب النهارده دافع بيها يحيى يوسف انها تقود الهجوم، ادت في الشوط الاول بطريقه جيده، عملت تمريرات جيدة واخترقت وساعدت في شكل الملعب، خصوصا لما كانت بتخلي فريدة تقطع من الجناح الشمال وتزود العدد. ده تقريبا كان الشكل في الشوط الاول من الفرقتين. في كمان لاعبة الدفاع اللي بيتمتاز جدا بدفاعات قوية ليلى. ليلى هيثم لاعبة الدايرة عملت شغل كويس قوي على مستوى الدفاع، هي ما هاجمتش، هي كانت فقط بتدافع وبتدافع في مركز 3. الدفاع اللي كان بيلعبه يحيى يوسف في الاول هو 5-1 مقفول، بيخلي سيسو اسراء تقطع كده او تحاول تقطع الكرات ما بين الخط الخلفي في ما بينه وما بين الستة متر، بتقف ما بين الستة والتسعة تحاول تقطع الكرة او تقطع الجمل الهجومية للاعبات سبورتنج. نجحت في كده مع ليلى
بالتغطيه الدفاعيه اللي كانوا بيعملوها هما الاثنين مع بعض. يعني لما كانت لاعيبه سبورتنج على سبيل المثال من التعدي ترجع على العكس هي او ملك طلعت تروح عند ليلى، تحاول تطلع من ليلى ترجع تاني تلاقي اسراء، هو ده اللي قفل منطقه التصويب من نص الدايره بالتمام والكمال الى الان. ده تقريبا كان شكل الشوط الاول اللي انتهى بتقدم لاعبات الاهلي بفرق 4 اهداف في مباراه قويه ما بين الاثنين سواء من جهه اللاعبين او الجهازين الفنيين. مره ثانيه عمرو عبد الجواد ومحمد كمال بيدوا اذان ببدايه الشوط الثاني اللي انتهى الشوط الاول زي ما قلت لحضراتكم 15-11 بفرق 4 اهداف. ملك طلعت نوران رجعت تاني ياسمين النصر في الباك الشمال عايزه تلعب الكره على الدايره، امينه تروح سهله اسراء دعاء امينه جناح يمين نزلت مكان الخولي دلوقتي امينه دعاء رنا راضي باك شمال دعاء باك يمين تطلع نصره من على الدايره تلعب الكره لدعاء وتنزل تحتها تسيب الكره تجهز دعاء كمان بتنزل شوط رنا راضي تتصدى مي جمعه فاول مهاجم دربك لعبت الكرة مي كرة جت في رجل ياسمين النصر مرة تانية عايزة تعدي تسيب الكرة رنا راضي اللي تلعب الكرة الفريدة الجناح الشمال فريدة الشرقاوي تحرز الهدف مواليد 2001 وديتها كانت كابتن حسناء لعبة النادي الاهلي السابقه ومن ضمن الجيل الذهبي اللي كان فيه دكتوره هاله وكابتن حسناء وكابتن تحيه حسني مره ثانيه تلعب الكوره الناصر تحلى منه وليد نزلت تحتها النهري نوران تعمل رميه حره دفاع للاهلي دلوقتي طالع 3 بره تلعب الكرة على الدايرة لكن تاخد رمية حرة قطعت سهيلة جمال من الجناح مرة تانية عملت كرة كويس قوي الملك تلعب الكرة لسهيلة لكن فريدة تقطع الكرة 16-11 ميزانا بلعب سلبي عايزة تعدي نوران تشوط لكن تعمل رمية حرة دفاع الاهلي لاعباته طالعين على 9 متر 3 3 بيقابلوا صناع الالعاب والتصويب مره ثانيه نوران فاول مهاجم نصر عبد الرحيم ولا اجري تلعب سندس دعاء امينه تمرير في الخط الخلفي حضراتكم عارفين طبعا صانعه الالعاب والباكين هم الخط الخلفي فريده تيجي من الخط الامامي من الجناح الشمال تاخد رميه حره عايزه تعدي رنا راضي تشوط دعاء تيجي الكره في القائم تجيبها منى وليد بتطير عليها تمسكها الكره اللي فاتت عملتها كويس قوي منى وليد جناح الشمال اللي معاه الكرة دي كرة جت في العرض هي نط الطار كده بتصد الكرة كحارس مرمى ومسكت الكرة بيلعب دلوقتي المرمى خالي زيبي والمرمى خالي بيلعب باتنين دواير بس الاتنين واقفين جنب بعض تلعب بص عمل ايه هنا بقى لعبات الاهلي ضموا مع بعض في خط دفاع ملك تلعب الكرة لنوران اللي عايزة تعدي تاخد رمية حرة بيلعب 4-2 اشرف زيبيو المرمى خالي طلعت مي جمعة بيلعب
بين نوران النهري وبيلعب بين نادى شريف على الدايره الاثنين. سيب الكوره تروح للناصر ونجحت طريقه زابيو، اخترقت وخدت رميه جزائيه مع حجز الدايره. شوف الاعاده، بيوقف الوقت كمل اللقاء عمرو عبد الجواد ومحمد كمال. ادي اهو، ادي حجز الدايره خلاص، هوشت دخلت مع امينه، بقت رميه جزائيه 16-11. هتشوت الكره نوران خالد، تهوش وتحرز الهدف على مين؟ امنيه خالد موني اللي خدت الرميه الجزائيه مكان غاده حسام، تخلص الفارق لاعبات سبورتنج لاربع اهداف 16-12. مره ثانيه رنا راضي عايزه تعدي، تقف قدامها ملك طلعت. مرة تانية الخولي قطعت التمريرة، تروح الناصر تلعب الكرة بتجيبها بصعوبة، بتجيبها بصعوبة. هنشوف في إيقاف دقيقتين لنصر. إيقاف دقيقتين ناقص عددي للاعبات الاهلي في الدفاع. نصر عيد خدت ايقاف دقيقتين، تروح نوران، كانت عايزه تخترق نوران تاخد رميه جزائيه، عملوا تغطيه دفاعيه للاعبات الاهلي. عد كويس ناقص، لعبت الكره في الجناح لكن تصدت غاده ما بتقفلش عينيها، شارت الكرة بإيديها، حبت تلعب الكرة من فوق دماغها. فريدة عايزة تعدي، تلعب الكرة حلوة قوي لدعاء، بالرغم من نقص العدد زعلانة دعاء. فاول مهاجم لو جت في الإعادة تبان هي جت في رجليها ولا لا، هي بتقول جت في رجليها، الحكم بيقول كده، عشان كده غير اتجاه الكورة، كانت هجمة لسبورتنج. مرة تانية عايزة تعدي فريدة، عدي فريده وشوت فريده تتصدى ليها جمعه، ترجع مره ثانيه عايز تعمل الهجمه السريعه، بتلعب نوران تلعب الكوره للناصر وتدخل ياسمين تقلص الفارق لثلاث اهداف. ستاشر تلتاشر مرة تانية، وتشوت الكورة تتصدى مي جمعة، يجري لاعبات سبورتنج، طلعت الناصر عايزة تعدي، تاخد رمية حرة عايزة تعدي من الدفاع نقص العدد، بس خلاص اكتمل لاعبات الاهلي. طلعت تلعب الكورة للناصر، زيادة عددية من سبورتنج، بيلعب باتنين دواير زابيو، المرمى خالي، سيب الكورة مالك طلعت، عايزة تمر لنوران، قافلين الدفاعات، زيادة عددية وقافلين الدفاعات، بيلعب باتنين دوائر سبورتنج، عايزة تعدي
تاخد رمية حرة مرة تانية. ندى. بس ادي الفرويدين هم بعاد عن بعض الاثنين، تستلم الكورة وتحرز الهدف المرة دي. النهري. نوران احمد وائل النهري احدى اللاعبات اللي شاركت مع منتخب الناشئات مواليد 96 في الحصول على ثالث افريقيا، شاركت كمان في بطولة العالم في روسيا مرة ثانية. سندس تلعب الكرة الفريدة اللي عايزة تشوط فريدة تخرج برا، تلعب الكرة مي. الاهلي احرز هدف واحد في الشوط الثاني. سبورتنج الى الان احرزوا ثلاث اهداف. 9 دقائق 48 ثانية تقريبا. الشكل الهجومي هو هو. بيهاجم باثنين لاعبات على الدايرة والمرمى خالي لسبورتنج. بندى شريف ونوران وائل. عايزة تعدي، تسيب الكورة، ترجع مرة ثانية ملك. قافلة ليلى. ترجع. عايزة تعدي، تلعب الكرة على الدايرة. كانت عايزة تستلم الكورة. ملك علي نزل دلوقتي في الجناح الشمال لسبورتنج. مرة ثانية، إذا أنا بلعب سلبي. الناصر، هتشوط الناصر. لكن تتصدق هذا وترجع مرة ثانية للاعبات الأهلي. نزلت مية جمعة في حراسة المرمى. دعاء، سيب الكرة ورا الإسراء. تاخدها لاعبات سبورتنج. في دربكة تروح الجناح، تنقل الكرة لنوران، تشوط نوران. تحرز الآن نوران. 15 سبورتنج 16 الأهلي، وياخد يحيى يوسف الوقت المستقطع من كرة حاولت عليها غادة، لكن ياخد وقت مستقطع مدير الفني كابتن يحيى يوسف كابتن ناصر عبد الواحد عشان يدوا التعليمات. نتابع مع بعض هيقولوا ايه. أول بطولة أمم أفريقية للناشئات كانت في نيجيريا عام 1981. أقيمت البطولة بلاغوس في الفترة من 25 ديسمبر إلى 3 يناير. احتل الفريق المصري المركز الثالث بعد فوزه على تونس الشقيقة 9-8، وخسرنا من ساحل العاج 14-7 ومن نيجيريا 18-8. مثل الفريق في الوقت ده لاعبات أمل عمر وهبة وفيا الشربيني ومنار الأزهري وتحية حسني، نهلة جورج، هلا اليماني، زينب مبروك، منى الشناوي، اليزابيث جون، ميسه حسن، هلا زكي، هلا صقر، هلا شراقي، هلا جلال الدين، ناديه الشناوي، مها الازهري. كان بيدرب الفريق في الوقت ده رحمه الله عليه كابتن عصام معروف. على الدايره تروح سهله للاعبات سبورتنج اللي عايزه تجري تنقل الكوره. ما تستلمش ندى، تروح سهله لنصر عيد اللي تضيف هدف جديد بعد الصيام تخلص الكلام. صيام التهديف، تيجي هي تضيف. نصر عيد بدأت مشوارها الدولي في بوركينا فاسو للناشئات، ثم طلعت بعد كده في بطولة افريقيا للسيدات في المغرب، شاركت في البطولة الودية بالأردن مرة تانية. الهجوم لسبورتنج باثنين لاعبات على الدايرة. ملك طلعت تشوط، غادة حسام تصد.
نشوف الساعة وقفت كم الترابيزة. مران رؤوف ورضوى حافظ في إيقاف دقيقتين. خطأ في التغيير. خطأ في التغيير. نادين اللقاني هتنزل، خدت إيقاف دقيقتين ماي جمعة. نقص عددي دلوقتي للاعبات سبورتنج على الدايره. نصر عيد تستلم طبعا، ياه لعبه الكوره من فوق دماغ الحارس. على فكره نادين اللقاني دي حارسه كويسه جدا. تمرير الناصر عايزه تعدي مره ثانيه. الناصر طلعت طلع لها نقص عددي، لازال تسيب لملك طلعت اللي عايزه تمر تلعب للناصر، تلعب حلوه قوي في الجناح لكن بتيجي الكره في القائم وتخرج بره من تصويبه ملك علي. الجناح الشمال تمرير تلعب الكرة على الدائرة. تلمس خط الستة متر. نقص العدد لم يستفيد منه لاعبات الأهلي إلى الآن. 17-15. تمرير عايزه تعدي سهيلة نوران تلعب للناصر. نزلت ندى شريف على الدايره تلعب لها حلوه قوي التمريره، حلوه قوي التمريره لو جت في الاعاده. قطعت لها كويس قوي من على الدايره، نزلت تحتيها بصعه حلوه قوي، غيرت اتجاهها في مكان فاضي تماما. تلعب لها نوران خالد ما تستناش ثانيه. 17-16 مره ثانيه. امينه عايزه تشوط دعاء، تتصدى مرتين لكورتين مي جمعه من الشوطين. عايزه تعدي ندى تسيب الكوره في دربكة ندى. قفل لاعبات الاهلي، قفل. ناصر عبد الرحمن بيقول خلي بالك من الفيرويد مرة تانية. ملك طلعت بقى في اتنين دواير برضو. المرمى خالي دلوقتي عايز تلعب لنوران اللي عايز تلعب لسيب. تاخد رمية حرة. ندى الشريف على الدايرة هي والنهر. الاثنين واقفين على الدايرة. تلعب الكرة لملك طلعة. تحتيها عايزة تعدي. تسيب الكرة للناصر. اللي هتشوط الناصر. ياسمين تتعادل بتصويبة قوية من الخط الخلفي من الباك الشمال. أول أهدافها في اللقاء ياسمين الناصر. تمرير فريدة التعادل 17-17. مباراة قوية بقول لحضراتكم، تروح لإسراء عايزة تعدي تقف قدامها تعمل معاها رمية حرة. سهيلة جمال سندس تلعب لإسراء اللي تلعب الكرة حلوة قوي. أمينة تشوط لكن الكرة تيجي في القائم وما يجروش. زيبي ولا ما تجريش.
لانه بيلعب في اللعب المنظم باثنين دوائر وبيطلع. مي جمعه نجح في الطريقه دي للان. بياخد وقته تماما في الهجمه. ملك تلعب الكوره، نوران تلعب الكوره، ياسمين نوران عايزه تعدي هتتقطع. عملت امينه هنا تخطيط دفاعيه كويسه قوي، كان ممكن تجري تعمل هجوم خاطف. لاعيبه الاهلي ترجع مره ثانيه. نوران تعدي نوران. اذا انا بلعب سلبي من حكماء اللقاء، بقول لحضراتكم بياخدوا هجمتهم تماما. مره ثانيه تلعب الكره لياسمين. المفتاح بنجاح الان ياسمين الناصر. اول تقدم لسبورتنج في اللقاء عن طريق ياسمين. 18-17. دعاء حلمي عايزه تعدي وتحرز. دعاء حلمي التعادل 18-18 في الدقيقة 18. مرة تانية ملك عايزة تعدي نوران. ترجع مرة تانية مع إسراء، عايز تلعب الكرة على الدايرة لندى شريف. تتقطع الكرة من فريدة، عايزة تجري فريدة، عايزة تخش فريدة، عايزة تشوط فريدة وتاخد رمية جزائية بمهارة وسرعة فردية. فريدة تعمل كورة مفيدة. شوف الإعادة، رمية جزائية سندس، مباراة فردية هي ومي جمعة، وتحرز التقدم للاعبات الاهلي التونسيه. سندس حشانة ادي فريده في الاعاده، بص الاثنين بيجروا معاها. عملت كل الافاده بانت في الاعاده. فريده الشرقاوي فارافيرو 19-18 لصالح لاعبات الاهلي. نزلت مرة تانية نوع أيمن، لاعبها المساعدة من 2002. تلعب الكرة نوران تغير. ملك طلعت راحت دلوقتي في الجناح. تلعب الكرة مرة تانية نوع أيمن، بتدور على ملك، فعلا جت ملك. تلعب ليلى بيوقف الوقت الحكم. لعب سلبي اذا من حكماء اللقاء. التقدم ياسمين عايزه تعدي، تقف قدامها سندس. تلعب مره ثانيه لنوران، تسيب لياسمين، قافلين عليها تماما، عايزه تعدي نوها. لعيبه صغيره السن عندها مهارات. عملت شوط اول جيد لما دافع بيها زابيو. نوها ايمن نقط شوط من بعيد تتصدى للكوره موني. مره ثانيه عدم تنظيم دفاعي. عايزه تعدي تشوط وتاخد رميه جزائيه. اسراء دفاع من داخل السته متر. قرار الحكمين. عمرو عبد الجواد ومحمد كمال الاثنين كانوا صناع العاب. وتحرز سندس التونسيه الدولية. سندس حشانة 24 سنة، حصلت على 3 كاس عالم اشتركت فيهم
في الحصول على المشاركة فيهم في 3 كأس عالم في 6 شهور. لعبت مع الكبيرات في صربيا في 2013، في 2014 لعبت مع الوسيطات ومع الصغيرات في 2014. ساندوس اللي هم الناشئات والآنسات والفريق الأول. لكن هذه هي الطريقة واللغة لتونس الشقيقة على مستوى المنتخبات. تعدي نوران، تأخذ رمية جزائرية الآن. نوران ياخدوا الاثنين، بيدوا الاثنين رمية جزائية. الحكمين هتشوط الرمية الجزائية وتتصدى موني. موني بتشيل الرمية الجزائية في المباراة الفردية. مرة ثانية دعاء تلعب الكرة على الدايرة، تروح سهيلة، تجري لاعبات سبورتي، عايز تلعب الكرة في الجناح الشمال. عايشين الاهلي 18 سبورتي. امنيه خالد تصدت رميه جزائيه في وقت مهم جدا جدا جدا. شاركت مع منتخب 96 للانسات. ودي نوران تعدي، اشتغلت نوران صانعة العاب منتخب 96 انسات اللي حصلنا على ثالث افريقيا للناشئات. فرق هدف. امينة عايزة تعدي، اسراء تتصدى مي جمعة. شوف الريفلكس عالي، شوف الريفلكس العالي، سرعة رد الفعل المي. فريدة، إسراء تلعب الكرة لدعاء، تخرج بره، تجري مي. 20-19 مباراة كبيرة بين الفرقتين، يا ترى المباراة دي رايحة لفين؟ تمرير عايزة تعدي، سيب الكرة كويسة أوي. ملك طلعت هنا عملت أسيست ناجح لنوران خالد. لو جت في الإعادة سندس عايزة تعمل الإفادة، عملت الإفادة والإجادة التونسية بنت النجمة والهلال من بنزرت بن كردار، عملتها كويس أوي. واحد وعشرين عشرين تلعب الكرة، ملك طلعت نوران تحتيها الاثنين الدواير، المرمى خالي، الهدف يبقى غالي. عايزة تعدي، تلعب الكرة لندى شريف عشان تضيف، لكن في دفاع بقوة من لاعبات الاهلي. ملك إيقاف دقيقتين لإسراء، شافها الحكمين عمرو عبد الجواد ومحمد جمال، اثنين مواليد 98. عمرو عبد الجواد كان صانع العاب للترسانة، لعب مباراة قوية قوي أمام المقاولين في الصعود. محمد كمال كان صانع العاب الطلبية ومدينة نصر. بدأوا التحكيم من 2015 الحكمين. عايزة تلعب الكورة، تاخد رمية حرة، الحكم يقف الوقت والملعب. تلعب ندى شريف، مرة تانية عايزة تعدي، مالك تتصدى موني.
بتشيل كرة مهمة جدا موني حشانة، تغير اتجاهها، تلعب تمريرة خطيرة تيجي في القائم المرة دي. مي جمعة عايز تلعب الكورة، لعبت لندى شريف، يجري لعبات سبورتنج، تسمع كلام أشرف زيبيو ما تجريش، الجيري ما بيفيدنيش. أكيد هو عارف إنه بينوي هجماته من اللعب المنظم، الطريقة اللي عملها قالت كده. فاول مهاجم بذكاء شديد شديد شديد. الدولية التونسية تاخد الكرة دي، شوف العادة عملت ايه، سبتت هي وجات عليها نوران، عشان كده بقى الدخول بقوة من المهاجم. دنيا صعب، نزلت على مستوى الباك اليمين، رانا راضي باك شمال، دنيا تلعب الكرة رانا راضي لدنيا لفريدة، عايزة تعدي فريدة، عايزة تعمل حاجة جديدة، عدت فريدة فرافيرو لاعبات الأهلي. شوف الإعادة، لو جت خدت ثلاث مدافعات واخترقت من الثلاثة، ادي الثلاثة ادي أربعة، عدت هي 100%. فريدة مباراة قوية قوية في عالم كرة اليد النسائية. مرة تانية نزلت نهى أيمن، اللاعبة اللي أضافت جديد في الشوط الأول، عدت نوران، غيرت الكرة من إيديها الشمال لإيدها اليمين. شوف الإعادة مهارة تانية في هذه الثانية. نوران خالد أهي كرة في الشمال، حطتها في ايدها اليمين عشان تلعب الكرة وتشوطها، هي مش شغلة. فرق هدف. سوندوس تعدي كويس، سوندوس وتاخد رمية جزائية ودفاع من الداخل. بتقول له ده انا مش في دفاع من الداخل، ده هم مسكوا دراعي. لو جت في الاعاده فعلا وده حصل، مش بس دفاع من الداخل. الا اني الا اني هي وسوندوس، وتحرز سوندوس. تحرز سوندوس اول تتويج ليها واول الجوائز ليها بثنائي الكاس والبطوله مع الجمعيه النسائيه بطبابلة في تونس. حصلت على افضل لاعبه في الوقت ده في الموسم في تونس الشقيقه. حشانه مره تانية، نهى ايمن تلعب الكوره، حاول تمر، قطعت لها كويس قوي على الدايره، تاخد رميه حره. ملك علي، نهى ايمن عايزه تشوط، واقفه معاها سوندوس، كملت معاه للاخر. نهى ايمن مصعده من 2002 تبقى مؤثره، تعدي الناصر، عملت معاه امينه رميه حره، عملت تغطيه دفاعيه جيده جدا. نوران تسيب للناصر اللي عايزه تدخل، تقابلها سوندوس حشانه، قافلين الدفاعات لاعبات الاهلي. نهى تعدي، نهى تشوط نهى، لكن تاخد رميه حره نهى ايمن. مره ثانيه نهى هتشوط من بعيد، يا نهى يا نهى اضافت هدف مفيد في اخر الثواني. نهى ايمن مواليد 2002، باقي بص التصويبه من السبات، شاططها كويس قوي ناهد بيها السكات، ياخد وقت مستقطع يحيى يوسف في اخر الثواني. متقدمات لاعبات الاهلي بفرق هدف 23 22. هيدي التعليمات
يحيى يوسف. بشكل عام اقوى هجوم في البطوله الى الان هو النادي الاهلي، في 25 مباراه احرزوا 911 هدف. سموحه بيجي في المركز الثاني ب 819 هدف، والطيران في المركز الثالث ب 796 هدف، والشمس في المركز الرابع ب 795 هدف، وسبورتنج في المركز الخامس 784، والزمالك بيجي في المركز السادس في اقوى هجوم. باقي ثواني. دنيا تشوت، لا لا، دنيا تفوت، دنيا تشوت، دنيا تحرز الهدف في اخر الثواني، تعدي وتحرز الهدف، وتحرز الهدف، هدف لهدف، ولكن هدف دنيا كان السابق لنهاية اللقاء. 24-23 يفوزنا لاعبات النادي الأهلي بفرق هدف على لاعبات سبورتنج 24-23، عشان يضيفوا لرصيدهم ثلاث نقاط يبقوا 77 نقطة، وسبورتنج يبقى 70 نقطة في المركز الثاني. لكن مباراة قوية تابعناها كلها هنا في اون تايم سبورت في كرة اليد النسائية عموما، دائما وابدا من قلب الاحداث الرياضية. تابعونا في الدوري الاوروبي للرجال والسيدات، وابطال اوروبا للرجال والسيدات، وعمومي السيدات للدوري المصري، ومحترفين للرجال حصري للدوري المصري على اون تايم سبورت. تقبلوا تحياتي، كان معكم خالد خيري، الى اللقاء.